ورجعنا لحضراتكم ونبتدي أول أخبارنا النهاردة. الرئيس السيسي يجب أن نتعاون لاحتواء الأزمة المشتعلة في السودان الشقيق. طبعا كتير مننا تابع القمة العربية في جدة في السعودية، واللي شهدت منذ سنوات طويلة وجود الرئيس السوري بشار الأسد وعودة سوريا مرة أخرى للجامعة العربية، وده يعني ده خبر جديد. ومن الأخبار ومن يعني المشاهدات اللي ممكن خلال الفترة اللي جاية تصنع تغيير إن شاء الله في القضية السورية وعودة سوريا مرة أخرى للدول العربية وعودة سوريا مرة أخرى للساحة السياسية بعد فترة انغلاق وفترة يعني مشتعلة، ولا زالت الحقيقة مشتعلة، بس لعل الفترة اللي جاية يبقى فيها تغيير من البلاد اللي احنا نفسنا يعني يكون فيها استقرار كبير في الفترة اللي جاية هي سوريا. كمان الرئيس السيسي هو بيتكلم في كلمته اتكلم عن الأزمة المشتعلة في السودان الشقيق. الحقيقة احنا يعني الدول العربية أو الوطن العربي من أكتر دول العالم النهاردة اللي فيها مشاكل وفيها صراعات. السودان الشقيق اللي بيصارع السودان اللي بيصارع نفسه، الحرب الداخلية اللي موجودة في السودان اللي بنتمنى تنتهي. الشعب السوداني ما يستاهلش ان اللي بيحكموه يبقى بال 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 بالشكل ده، ان هم يتصارعوا من اجل البقاء ويتصارعوا من اجل السلطه بهذا الشكل. الشعب السوداني الشقيق ما يستاهلش ابدا يتعامل في كده. طبعا شفنا الرئيس السيسي هو بيتكلم في اكتر من قضيه واكتر من امر، كمان يعني شفنا يعني مشاهد مختلفه. الحقيقه القمه العربيه في جده كانت شويه مختلفه عن القمه السنوات الماضية. بنتمنى نشوف تغيير على أرض الواقع، نشوف استقرار في ليبيا، نشوف استقرار في اليمن، نشوف استقرار في السودان، نشوف استقرار في سوريا، عشان ده بالتأكيد هيغير من شكل الخريطة العربية. طبعا زي ما كنا بنتابع باهتمام شديد والعالم كله كان بيتابع وبيشارك في قمة المناخ COP27، ف كل دول العالم بتحط استراتيجيات وخطط ازاي يكون في حلول للتعامل مع تغير المناخ، ويكون في حلول بديله، ويكون في مشروعات خضراء وحلول ذكيه ومشروعات بيساهم او بيشارك فيها كل افراد او فئات المجتمع. احنا هنا في مصر في استراتيجيه على المدى لغايه 2050، وزاره البيئه بتناشد كل الساده المواطنين، شباب، مرأة، رجال أعمال من كل الفئات، اللي عنده مشروع ممكن يساهم به في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، واللي دلوقتي أو حاليا من الشهر اللي فات من أبريل انطلقت النسخة الثانية منه. طبعا احنا وقتها اتكلمنا وقت انطلاق المبادرة أو النسخة الثانية منها على الشروط بتاعة المشروعات، انه لازم يكون مشروع قائم بالفعل، يكون في عمل مجتمعي، يكون مطبق، يكون عنده دراسة جدوى، يكون ما شاركش قبل كده في المبادرة ودي مشاركة لأول مرة بيقدم. وطبعا اللينك قدام حضراتكم دلوقتي لو في أي حد بيشوفنا من الشباب أو من السيدات الفضلات اللي عاملين بالفعل مشروعات وحابين أنهم يطرحوها بشكل فعلي أو رسمي ويكون ليها تمويل، ودي الحاجة اللي احنا بننادي بيها، مش بس المشروعات لكن لما يكون في مشروع فعلا يستحق يتم توفير التمويل ليه. ولو قلنا على المدى لغاية الاستراتيجية، يعني ربنا يديكم كل العمر وللأجيال الجديدة، لغاية 2050 يكون فعلا لقينا حلول ويكون في تغيير للأفضل. كمان من أخبارنا النهاردة درجات الحرارة وطقس حار نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30. تعالوا نشوف مع بعض درجات الحرارة. Thank you.
الصيف والمصايف. طبعا دلوقتي فترة امتحانات، لكن في اللي خلص وفي اللي قرب يخلص، وفي ثانوية عامة اللي هتبتدي امتحاناتها وهتخلص، وكل الناس بعد كده عايزة تجري عشان تغير جو وتروح المصايف. واحنا هنا عندنا من اجمل الشواطئ اللي موجودة في العالم، احنا بس اللي بنمتلكها هنا في مصر. لو قلنا مرسى مطروح فجمالها يعني يمكن ما بيتقارنش بدول كتير موجودة على مستوى العالم. طيب المسافة الطويلة دي والناس اللي بتحب انها تروح تصيف في مرسى مطروح، هيئة السكك الحديث هتخصص قطر اسمه قطر المصيف، يعني قطر المصيف ده عشان بس يخدم السادة المواطنين، يخدم السياحة للي حابب انه يقضي اجازته في مرسى مطروح بشكل امن وسريع، وتبقى راكب قطر وسيلة مواصلات مريحة. فمن الاسبوع الجاي هيتم التشغيل الفعلي لقطار المصيف، واللي هيبقى كده بالتناوب ما بين مرسى مطروح القاهرة، القاهرة مرسى مطروح. ويعني ان شاء الله ده يسهل على الناس كتير، ويدي فرصة سواء على مستوى السياحة أو المستوى المواطنين لزيارة مرسى مطروح. الخبر اللي جاي ده يخص الشباب الجامعات لسنة تانية وتالتة فقط، لسنة تانية وتالتة جامعة فقط، وبالتحديد خريجي كلية، مش خريجي بقى، اللي بيدرسوا في كليات التجارة، اللي بيدرسوا في كليات التجارة. بنك القاهرة عامل تدريب للطلبة سنة تانية وتالتة. ايه الشروط؟ الشروط بس انت تبقى في سنة تانية او تالتة، تكون شاطر في الجامعة، اللي هو تقديرك السنوي تقريبا بيبقى جيد، مش أقل من جيد، مش مقبول يعني، بداية من جيد وانت طالع تقدر تقدم للتدريب. التدريب هيبقى بنك القاهرة أو يعني حاجة من فروعه أو الفرع الرئيسي لمدة شهر، لمدة شهر. التدريب على فكرة للجامعات الحكومية وكمان الجامعات الخاصة تقدر تقدم. آخر ميعاد للتقديم يوم 4 يونيو القادم، يوم 4 يونيو القادم. تقدر تدخل على صفحة البنك، بنك القاهرة، تقدر توصل للفرع الرئيسي، تقدر من خلال الـ يعني الصفحة الرئيسية بتاعتهم تتابع معاهم. بس آخر يوم للتقديم يعني فاضل 14 يوم تقريبا وينتهي موضوع التقديم. روح يا شباب، روح حتى لو ببلاش، روح حتى لو مش تاخد منهم ولا مليم، روح لأنها تاخد فكرة جديدة، تعرف على ناس، تقدر يعني تشوف الشغل في البنك بيبقى عامل ازاي، بدل ما تقعد تحلم وانت نايم، لا روح انزل. يقول لك في شاب لما تيجي يقول لك هيدوني كام يعني، يا عم ده انت تروح وتدفع فلوس، في حاجات بالخبرة اخدها وادفع فيها فلوس، ما يعني مش شرط ان انا اخد فلوس. فانا بدعو الشباب اللي في كليات التجارة روحوا قدموا. بنك القاهرة فاتح يعني هيديك شهر تدريب في البنك لمدة شهر لسنة تانية وتالتة فقط، أولى ما ينفعش يقدم وسنة رابعة ما ينفعش يقدم. وغير كده في ناس بعد ما بتتخرج بتقعد تلف السبع لفات عشان يبقى نفسها تشتغل في بنك ومش عارفة، ولو طلبوا انك تكون واخد تدريب او عندك خبرة تقول وانا كنت هاخدها منين، انا لسه صحيح. في الدراسة. طب ما عندك الفرصة، وادي الاعلان عن يتعرف التدريب، يتعرف على المديرين هناك، يلاقوا نشيط وشاطر وجامد جدا، يقولوا يا دي انت لما تخلص لازم تجي لنا هنا، ليه اولوية، يبقى ليه اولوية يشتغل، ياخد فرصة احسن، يبقى عارف لما يروح يقدم في بنك اجنبي ولا بتاع، يقول لهم انا اتدربت في بنك القاهرة، حاجة محترمة وفي السي في السي في طبعا يعني. طيب بقي اقل من شهر على امتحانات ثانوية عامة، نبهنا كتير عن طريق طبعا التعليمات اللي بتنشرها وزارة التربية والتعليم على نظام الامتحان، وازاي تنوه وتطمن الطلبة، وازاي ممكن تستعد او تحل اسئلة شبه اللي هتيجي في الامتحان. لكن زي ما انتوا عارفين انه هيبقى الامتحان بنظام البابل شيت، لكن في جزء هيبقى مقالي. طيب انا اخد بالي من ايه، او ايه اللي عملته وزارة التربية والتعليم في ورقة الامتحان لازم انا حاجات اكون عارفها؟ اقول لكم كام نقطة كده هم قالوها خلي بالكم منها. اول حاجة بتقول ان كان في بيبقى كود للطالب بيبقى مطبوع على الورقة بتاعة الامتحان، ده استبدلوه بالباركود، اي حاجة من اللي كانت بتحصل فيها تبديل رقم الجلوس، الكود بتاع الطالب، الورق اتبدل معرفش مع مين، والمشاكل دي موضوع الباركود والماسح الضوئي ده هيحد او هيقلل او هيمنع المشاكل اللي كانت بتحصل. وكمان الباركود بيبقى ايه، من فوق ومن تحت، يعني اعلى الورقة وفي اسفل الورقة. الحاجة التانية
ما تكتفيش برقم الجلوس ان يتكتب على البابل شيت بخط الطالب، انت اللي هتنقل رقم الجلوس بتاعك وتكتبه، لكن لازم تظلله كمان، لان لما هيتظلل لما يجوا يعملوا اللي هو الماسح الضوئي ده يقدر ان هو يقراه، مش بس انه يتكتب. ورقة البابل شيت هتضاف للأسئلة، ورقة الأسئلة المقالي، الاثنين هيتدبسوا مع بعض. لازم إجابة السؤال المقالي تجاوبها في المكان المخصص ليها، ومش زي زمان كنا نجاوب ويقولك ايه اكتب كتير، ده ممكن يكون بيقرأ كده أول سطرين ثلاثة ولما يلاقيه كاتب كتير خلاص يبقى انت تمام. لا، مفيش حاجة اسمها يديك ورقة إجابة زيادة، المكان المخصص للإجابة بتاعت السؤال المقالي هي اللي انت تكتب فيها وبس. هتكتب بقى في ورقة الأسئلة، أي إجابة هتكتب في ورقة الأسئلة لا يعتد بها، محدش هيبص لها أصلا، كل حاجة في المكان المخصص ليها. بالتوفيق والنجاح يا رب للجميع. النهاردة في حلقتنا معانا فقرتين، فقرة فيها هنلتقي مع شركة بيتر هاوس وهيكلمونا يعني في موضوعات مهمة، وطبعا الأسئلة بتاعتهم وعاملين هم مسابقة لكل الناس، مش شرط الناس اللي بتشتري من عندهم، يبقى فيه هدايا شهرية يقولونا الناس اللي كسبت بقى يعني يجيبونا صورهم أو كده، ويكلمونا على المسابقة الجديدة اللي عايز يكسب يعمل إيه. كمان عندنا موضوع بعد الفاصل مباشرة عن الوزن الزائد وتأثيره على ألام الظهر. تلاقي مصريين من أول الشباب وانت طالع بقى من أول 20 سنة، ظهري وجعني، ظهري وجعني، القعدة الغلط والنومة الغلط والترياح الغلط وحاجات كده بنعملها، بنعذب ظهرنا. نعمل ايه عشان ألام الظهر؟ بعد الفاصل.